والله ابو محمد، نحن ملينا من كل يوم نفس المنظر ونفس الطريقه ونفس الشيء. زي شو اسوي؟ عبد من ورا الادار، عبد من فوق بيعيبك او بيعيبك، شو بسوي يعني؟ شو بيلين الحيل؟ صباح الخير، اظهر من بلكونتي. وين عبد خاري؟ شي هنم وين عبد خاري؟ ابو صباح الخير، صباح الخير وسلام عليكم، وش حالكم؟ شو كيف انتم؟ هذا كل الناس تسال شو يقولون يعني. والله العظيم حب العرب يعني ما لقط شو يعذرب، ما بلاقط شيء ينتقده. والله المكان نحن ملينا منه، مليت ابوي. لا تطالع، ما حد عزر عليك ولا حد دقك على يديك وقال لك ابوي طالع. ليه بيطالع؟ مرحبا وسهلا، وليها بمطالع؟ عليها الرب حافظ وفي داعة الرحمن. وانما بيصير عبد من ورا الإدار، توني مصبح شو اسوي؟ شو مسوي لي مشهرة؟ أنت معاك مسوي لي؟ حتى ما بهين لكم من بوني اليوم بسير دبي. يغير سبحان الله، ما الله كاتب، لأن بكرة مثل ما تعرفون وراي سفر الضحى، ولازم نكون في المطار قبل الساعة 11، 10، 10 ونص نكون في المطار. عايض بيي من عمان، عايض البريكي، وخالد الخالدي ترى أبو ظبي، وإبراهيم توفيق بيي الله يبارك فيكم من العيد، كلهم بيتجمعون عندي. وشخصية بعد رابعة إن شاء الله بتكون ويانا، واحتمالية يصير المهندس منهل واردة إن شاء الله إذا الله أراد، على حسب إذا رامي خلص أشغاله اليوم بيصير وياي. ما رامي خلص أشغاله ولا شيء، رب العالمين اللي مسير ولا يسهل الأمور. وين سيارتي اليوم؟ ما عندي سيرتين يعني، غير صراحي ترية تحت وبرد بنار مستخلاف. يلا السلام عليكم. العلوم وايد ابوي عند شو اسمه مكران، هاب مكران شامبي. اسمه شو اسمه الريال؟ ما اعرف هذا. لا تعرف اسمه كيف هي؟ شو اسمه؟ لا جوي هبشجوي شامبي. شامبي شامبي من زمان صلاح ما اعطاك شيء بخشيش؟ كذب. تعال تعال. لا 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 ما شي روح قد مول شامبي. من زمان صلاح ما اعطاك بخشيش؟ من زمان ولا من قريب؟ رمضان ما اعطيه. اربع كنجوز، هذا اربع كنجوز. صلاح لازم تعطيه بخشيش. صلاح عطى بخشيش، لازم تعطيه، حرام حبيبي. والله من زمان ما اعطاك بخشيش؟ لا. صلاح وين؟ صلاح اسد وين؟ دقيقه بلقيقه اعطاني سيد. وليد ثلاث انفار محاوطين به. خيخ انت خيخ. اي ها صلاح توك منو تكلم في الواتساب؟ شو ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الحجم، الله سبحان الله. يا الله يا رب تحفظنا وتحفظها من دا. ها ترى مستاذ شو منو توك تكلم في المسج؟ اسمعك فويس نوت. منو تكلم؟ لا ما بأنا اسمعك، ترمس حد من الشارجة. منو من الشارجة الحين تسمعني اياه؟ انت ذا من هو طار اشرك هذا؟ ايه والله الفلاح ولا بني ياس؟ ها من امس؟ ايه ناس ايه وريال منو بعد؟ ريال صوت واحد تو مرمس انك اسمع. اسمع حد بعد يرمسك. وين الثاني؟ وين صرت؟ عجوز هذا. مبارك عساك الله بخير. هذا عجوز؟ ايه. منو هذا؟ خالد العدال. خالد هذا خالد مطوع. زين ولا مبزين؟ زين. ريال زين ولا مبزين؟ ترى مبزين. ايه. منو شو يقول هذا صراحة؟ منو هالريال؟ هذا منو؟ عجوز هذا الكلام. عجوز عجوز عجوز. عليكم السلام، وين أنت؟ صباح النور. صلاح زعلان يقول شو اخباره صلاح؟ كل شيء زين؟
الحمد لله. صلاح بيسافر ان شاء الله على راس السنه. ها راس السنه في الشتاء، في الشتاء شهر واحد شهر اثنين بيي انا بتمدب الحيام احد، انا بسير ابوي شيء بسيط برد، انا بدبت حياتي بتم احد. ما شيء مشكله، ما شيء مشكله. شو حبيبي شو قلت انا؟ يا بسلم عليك، ما تبغى يسلم؟ اقول لك اخبار صلاح، شوف شو كل اليوم شو ما كل. ما شاء الله شيء خس ان شاء الله. حاضرين حاضرين. شنو الدله اليوم؟ الدل لا هذا ابيض. هذا يا خبرني اول شو لون الدله، شو لونها؟ ابيض. لا ذهبي. ذهبي ذهبي ذهبي. هذا هذا شو اللون هذا؟ هذا ابيض. ابيض. ها هذا شو؟ هذا هذا شو اللون الحين؟ هذا ذهبي. ذهبي ذهبي. ما يبالي ما بصعب السؤال. وايد القصة البارحية فوايدها وايدة، فوايدها وايدة ان الادمي قبل ما يتخذ اي قرار لازم يفكر لك 600 مرة. فوايد القصة ان الادمي ما يقدر يشكك، ما يجعل فرصة للوسواس، وبالاخص بينه وبين اغلى الناس. يوم يسوي شرخ بين الرجل والمرأة هذا اسمه شرخ كسر الاعتبار. شرخ كسر الاعتبار هذا مفعول قوي ما تمحيه الدنيا العودة. يعني كسر الاعتبار بين الرجل والمرأة هذا شيء وايد مفعول قوي ومفعول كبير. يوم يدخل فيه موضوع الشك وموضوع اليقين، انه عندي يقين انه حرمته هاي متحنية. شوف لأي درجة الأول يشكون، انه يعني متحنية الرجال دخلها الوسواس فشك يقين ان ما تحنت الا لاجل شيء، بالرغم انها يتصلى على ذاي ثوبها لكن الوسواس. Good morning girls, good morning. How are you Dwarka? I miss you. Today what a kind of milk today? Today's almond. Almond. احب اخبركم. صلاح حليب كوكونات وانا حليب almond. Put it down. بنخبركم عن الحليب الألمنت. هذا حليب مال بيدان. تعال بدواركا. Bring the box, the bottle for the حليب. شوفوا حليب البيدان هذا موجود. شو الشركة ما أعرف، الحين بخبركم عنها. لكن والله يبوكم. حسيبي الله ينك يوم بتشرب الحليبة هذه. ينها متعة. متعب والله يسرسح على 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 اليرعوبه، اليرعوبه هاي اللي هني. ها هاي روحها تاخذ فتره لين تستوعب بعيدك يا شيخ. شو هذا اللي جاني؟ شيء يثلج الصدر، شيء كان حد فالق صدرك وحاط فيه قالب ثلج، شيء لا صار ولا استوى. هذا حليب البيدام. لكن شو عاده؟ لازم الطريقه اللي انا اخبرك عنها. بتشرب حليب البيدام، حليب البيدام كلنا يعرفه، غير ضروري تحط فيه زعفران. ضروري بارد ينشرب، ما بمسخون حار، لا بارد. تفرك شعرتين ثلاث زعفران في راحة اليد وتكودهن بوي داخل القلاص وتصب عليه الحليب هذه، حليبة البيدام، وتحوتها وتشربها بارد. والله يا ابوكم كأنك يا ابوك ماكل دوري خبيص. طعم جميل. حد يجينا عليكم يا منو يا شوي بخبركم عن العرب اللي وانا. هذا الحليب اللي خبرتكم عنه ما ادري عاد من وين يجيبون شي بلاده، لكن هذا الحليب حليب الألمنت البيدام. هي لكن هذا الحليب عاد فوايد اللي في الكون كلها فيه. وهذا لو فات لو سكند، لو فات هذا لو فات يا غير طعمه غير نمونه وفوايد فنان. وبتيربون بتقولون قال خالد، لكن ضروري نحط زعفران من الطيب، زعفران من الطيب. والحليب يجي ترى غليظ ما يرفيع. ها يعني شرات الحليب اللي عرف للبقر وعشاه وطعم حليب الجرسي، بقر الجرسي بيعرف كلامي.
وضروري ينحط فيه أوني زعفران؟ yeah. بس زعفران، لكن ضروري زعفران ما ينحطه دوب، لا تشس شويون في راحة اليد وينعق في القلاص وينصب عليه الحليب الألمنت بارد ضروري. هذا الثاني يا ترى ما عارفن، أكيد إنه شيء غيره شركات يغير هذا أجودهن شوي غالي أكيد. this is expensive دواركا yes. هي من الغلا من الغلاية هذا، هي شيء كذا نوع. أظني عاد وين from where you bring it؟ من الجمعيات، المهم موجود أبوي في كل الجمعيات حاليا، ما في شيء حكر على جمعية معينة، وهذا شيء وايد زين. وقروا عن فوائد أبوي حليب البيدام، حليب البيدام شيء لا صار بالأخص عسب، هو طعمه روحه لذيذ يعني. يغير إن حطيت فيه إن حطيت فيه شوية زعفران شو غادي، والله يا أبوكم خبيص معلوم. هذاك أكل، لكن هذا عبارة كأنك تشرب على الطعم الخبيص. نعم بتقولون قال خالد يربو ما بيطيح منكم نص بخمس ربيات ولا عشان ما يدرى بكم. ترى جماعة جاييني، هذا دكتور وهذا هذيك دكتورة زين، وهاي بعد دكتورة، وهاي بعد حرمة ما تبانا نظهرها. ما دون حن صلاح كل فترة نوديه في السنة ودي وديتين تايلند للعلاج الطبيعي. والشركات هناك مع العلاج الطبيعي ما يرضون انه نصورهم لانه بدون حقية، فما يرضوا. فاليوم هاي شركات العلاج الطبيعي اللي هي العناية المنزلية موجودة عدة شركات في دولة الإمارات تبارك الرحمن، وعلى مستوى أجود وأحسن وأخير. نعم فلذلك الحمد لله رب العالمين، الله سخر جماعة وخبرونا عن شركة وبنتفق وياهم شيء طبيعي. هل إن على ثقة أو على حسابنا نحن ما ندري، لكن نحن شفنا ان هاي البطاقه تغطي غطت ما غطت، وشفنا شيء العلاج الطبيعي زين براي لو من شيء سنه المشكله. لكن 90% اتوقع انه شامل هاي البطاقه ثقه، وبيسوي له برنامج معين. فحين هم اللي هاي الدكتوره، دكتوره شو اسمك؟ انا دكتوره رؤى. دكتوره رؤى وانت؟ جيمس. انا فرحه. فرحه يو ار دي انا في علاج طبي. ها علاج طبي وانت نيرس اند زين منو يسوي مال علاج طبيعي؟ انت ها لا بعد ما بيعين خلايا يبي هديه. ها صلاح شفت يبي لك هديه بعد، قلت لهم شكرا. اقول لكم ضروري ضروري ما بيطيح شيء من ملك الله، تجربه خير برهان. حليبه اللوز اللي هو البيدام يعني ما أبالغ إذا أني قلت بحياتي ما شد طعمت حليب بهالنمونة، الحليب البارد يعني بحليب الكرك مفور، لا هذا حليب بارد. دخلوا أنتوا في الإنترنت وشوفوا فوائد حليب اليوز. كنصيحتي أني ينحط ويا حليب اليوز شوية شويون الزعفران، والله يا ان شيء غير نمون. صلاح يا هالرد من الرجال اللي تونا صورناه، ها وينه؟ السلام عليكم صلاح، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ متى بتي الشارجه حبيبي؟ تولهنا عليك. تعال الشارجه، تعال الشارجه، بمشي وياك المول وشي كوفي وياك بنستانس. تعال عند خالد انا، تعال على سلطان. سلطان سلطان عجوز سلطان عجوز. تعال هنا الشارجة زين؟ يلا تعال الأسبوع هذا تعال. بتصير؟ إيه. نسيب ماشي مشكلة. بييكم عادة، قول بييكم. إن شاء الله. إيه. السلام عليكم. كيفك عمي؟ شخبارك؟ أنت بخير؟ كيف أمورك؟ كيف الصحة؟ كيف صلاح؟ سلم على صلاح وأهلي كلهم يسلمون عليك. ها كيفك مع الريجيم؟ سوي ريجيم؟ مشتقتي الخبز عمي، ها يا دوبي جاي من الفرن. شفتي الخبز كيف؟ هذا مو زي اللي نسووه، هذا كبير. شفتي ما شاء الله. Good morning. منو هذا صلاح؟ شو اسمه؟ خيخ. حتى هذا خيخ تعرف هذه منو؟ ما اعرف. سألها شو اسمك؟ أنا فرحة من علاج طبيعي. إيه. من أنت؟ صلاح.
شفتك أول. عادي عادي صراحة. تعرف شو تسوي لك؟ بتقيس الضغط. What are you going to take فرحة؟ I will take his BP for أول في شفتها. And then I will assess him. إن شاء الله. زي صلاح بتسوي لك فحص كامل وخلاف بتشيك شو يبون شو تحتاج. زين؟ ده زين طبيعي الحمد لله. صلاح الضغط زين وطبيعي رقم واحد. الحمد لله. تعرف هاي الحربة منو؟ دكتورة. اسألها شو اسمك؟ دكتورة رؤى. دكتورة رؤى. اسأل تدري من وين هذه؟ من وين؟ السودان. هذا العوق بيموت على شيء اسمه السودان. يصير مدرمان هو. ها انت وين تصير اي مكان؟ الدمام. هي مدرمان يسميها الدمام. اوكي شفتي انا اوكي زين الحين انا سوي زين اوكي شويه ارفع يدك انزل انت روحك امسك راسي امسك راسي لا انت انت اوكي راسك ايوه زين ثاني يدي امسك راسك اوكي تحت اوكي زين اوكي زين شاطر صلوحه شفتي انا سوي كده راسي تحت شوي زين انا زين. بعد صلاح مرة ثانية يمين يمين سوي يمين بعد اليسار يسار اوكي بعد جولع صلاح اوكي بدن ورا شوي شفتي انا اوكي اوكي قدام ورا صلاح سوي تروحك قدام ايه ايوه ورا يلا سوي روحك عادة بروحك ما بريولك انت 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 قدام بعدين ورا مرة تانية قدام ورا شاطر الحين انا شوف كيف انت قام يلا قام ايوه اوكي اوكي مرة تانية اجلس اجلس اوكي قوم يلا يا الشيبة اوكي انت يا شيبة ولا عفوا اجلس شو الحين المشي يلا مشي انزل هي تحرك ما تعرف تمشي حبيبي اول مرة الريول محيسات الريول تحرك ضبوع شيري بسم الله بنادم يخلج هالنمون محيس بكبره انت 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 الله اكبر انت لو ما محيس شو بسوي اليور شفتي رجلي فوق فوق للنرس اقولها انت وين تتكلمين عربي وين 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 اول انت كنت نرس انا اول شغل من ابها بعد النجران how many years من أبها 5 سنة 2 سنة نجران ما شاء الله صلاح يا حظك جايت إنك من أبها ومن نجران ومن جيزان شو رأيك زين يلا Thank you everybody. Thank you very much. Thank you for your service. شكرا للخدمة المميزة دكتورة. وإن شاء الله أن رب العالمين يقدم كل اللي فيه خير. شكرا جزيلا. I forgot your name. My name is James again. James again? James. James. And you? My name is Farha. Farha. Thank you very much Farha. Thank you. شكرا بنتي.
الله يحفظك. مع السلامة. شكرا جزيلا. Thank you. خوزي عاد انتي خوزي العودة. يا الله يا الله منك. Why you سمونه تغطين عليهم؟ Because I'm happy with them. يا رب. They are good. Their service is very perfect. هي حليلهم. Yes, I'm very good. Yeah, very good. Today why you no makeup, nothing in your face? Because I'm going outside بعدين. مشكلة دوارك مشكلة والله. You are very too much very big. مساكم الله بالخير. من الصبح ابوي في ابو ظبي عندي جميع الاشغال والحمد لله رب العالمين. ابشركم اشغالي كلها تيسرت الامور ودنيا سهالات. هذا اولا. ثانيا بالنسبه لسيارتي لندن يعايروني العرب اوي مثل معاير مخلينا حين كل سنه لندن كل سنه لندن كل سنه لندن. ابوي من ربي خلقني من السبعينات اسير لندن وما اصبر عن لندن. رحله الشتاء والصيف قيض وشتاء. في القيض اسير هالوقت اسبوعين وشتاء اسير اسبوعين كلهم 30 ليله اقضيهم في ربوع بريطانيا الحبيبه. احبها من الله خلقني ما اصبر عنها ولا القط القط الدوره من ثياب اللي علي. وسيره لندن لا بد ولا عذر ضرابه رينا عليها من يوم نحن يفعل لين يومكم هذا. واسبوعها والسيره هذه ابوي عندي شغل السنه والعام عام الاول كلها سيارات ابوي شغل اسير حي وحايه بيع مسابيح حي وحاية وبيع مسابيح. ساير ابوي منها كشتة ومنها تغطية لمشروع مشروعين وثلاثة. والسنة لا بشيركم بشيركم في لندن عندي السنة هذه في 14 في من ثاني العيد عندي خمس تغطيات في بريطانيا روحها في لندن بالنفس. وفي احتمال بعد من لندن اسير ايطاليا يوم واحد عندي تغطية وارد ما ينكر حال لبعيد منقود. وانا احب الطرب عند العرب نازله ومحصله محدار كيف يعني لا بعيب ولا بمنقود. ولو ان انا انسان ما بفنان رقم واحد ما قالوا لي تعال. ولو ما بمستفيدين ما قالوا لي تعال روحكم تعرفون شايفين انتم التغطيه العام استفاده. ولو ما عينه وخير ولو ما الله يسر لهم امورهم اول الله سبحانه والله الله سبحانه وتعالى اللي يسر الامور من عقب أريدي لبعيب. لأن شيء مصداقية أبوي شيء مصداقية. الخوب خوب الخراب خراب العدل عدل والمايل مايل ما ينكر حال. وبكرة إذا الله راد مثل هالوقت بكون وصلت أبوي منطقة مميزة منطقة مميزة في مصر الحبيبة أم الدنيا. ها مراسي مصر في فندق العلمين مشروع من أكبر المشاريع اللي فيه كنتية جمهورية مصر من أكبر المشاريع. وبإدارة الوين إدارة عبارية وطنية إعمارية ثلاث نمونات هبلا نمونة واحدة إعمارية وطنية عبارية. تجمعت أبوي ثلاث مسميات كل اسم فيهن أخير على الثاني. المطور إعمار يوم بيوجد اسم إعمار في شنتي يا مصر شو بتغادي مصر. مصر منبونها أبوي عمار ما بالكم زادت ابوي زدت الهرموز ملح يا التعمار من دولتنا الحبيبه بيزيد ابوي عمارها فوق العمار. مشروع مميز في مصر منطقه اماراتيه في مصر. مصرف ابو ظبي الاسلامي هاي اللي تشوفونه مصرف ابو ظبي الاسلامي من المصارف اللي ماشي شراتها مصرف الدنيا العود سلسين طيبين فنانين. واللي أهم عن هذا وهذاك إنهم دينين وفيهم خوفة من الله وما يخلونك تريا وايد. ما عندهم أبوية غز محلة وغز خمير غز محلة وغز خمير ما شيء. كل هالعرب وحده أتي تأخذ رقم وتقبض سيد ويمشي تمشي أمورك. يلا ما شاء الله علي ما زيني أقول لك تعال وين ساير وين ساير آه تعال يا تجي هاي تسوي الحين القايله للمول؟ عاد شو نسوي عندنا شغله؟ شغله الحين في المول القايله؟ ان شاء الله لبس رياضه. يا اشكر فنك. حاضر يا كمان. سلام ما شاء الله عليك. من هالعين انت؟ نعم. ما اشوف الحس حس عيناوي.
الله يحفظك. كذا الحين الله يحفظكم. دقينا اللفت بيصير بالدور الاول، هاي فقاره كان في اللفت وبيصيروا ينزلون. قبضناهم، مرحبا وسهلا. شو اسمك اخوك هذا؟ عبد الله. والله والنعم. وانت ما عليك زود علي رميدي. والله مليار والنعم يا ابو حسن. رد السلام حبيبي، سامحونا يريناكم فوق ويانا. الله يحفظك حبيبي. صباح الخير. جعل والله ما يعجبهم يا اخوي. اليوم اللي انت ما تطلع فيه يا ملح السناب ما له طعم السناب بدونك. خطف الحين 24 ساعة أو تقريبا 48 ساعة على صب الدهنة بوقت ما بندنا الضوء. حاليا الدهنة انصبت شيء في غراش وشيء في دباب وعلى ما تشوفون. ها السلام عليكم. How are you ملحناية؟ دوارك؟ بطة؟ You fine؟ على ما تشوفون. حد يصب وحد يحط قرطاس وحد يطوي وحد يلزج، ما على ما تشوفون. ها يوم أقول لكم عطني سيثرو طاسة سيثرو يجيب طاس. يا الله يا المهتر أنت، على ترمس عنك. هاي الدهنة حد من عقب ما بردت. زلال زلال تحرونها فيها دحانة ولا تحرونها مبصافي؟ ها شوفوا نار صابين في مساعة. شو هاي حين هذا متى؟ من أكثر من شهر ونص حين آخر دواب، من شهر ونص. ها ولا تعول. ها تحرها توها مزلولة. هاي حين يوم هي توها حين مصبوبة على ما تشوفون. تحرها ذهب ذهب ريحته تضرب في خمرة ترى. عاد الحين مثلجه عن الفلسفه. حد يقول والله حد يحط يصب فيه شو اسمه بلاستيك، البلاستيك يضره يوم الدهنه حاره. الحين ثلج الدهنه كملت 48 ساعه 46 ساعه ما ادري كم الحين. ها شوف شيء، ها شيء دباب وشيء غراش، شيء غراش وشيء دباب وعلى ما تشوفون. يلا دواركا كلنا خدامك يا البرمة. كلكم اوتو قدر. لا لا شوفي كلنا خدامك يا البرمة. كلنا خدامك يا البرمة. الريال منا والحرمة. الريال منا حرمة. احترمتنا المهم. يلا ثانك يو ثانك يو. روح حن فيلم يا ابوكم اللي عندي هنا. روح حن فيلم فيلم فيلم. بقول لكم وصلت البطين، بتعشى البطين والسيارة هاي. بقول لكم سيارة واحدة يمكن بقول لك 16 آدمي فيها. مرحبتين. شو كم آدمي هالي خالي؟ ستة اللي داخل هذا الدري والروح عن خمس تنفار بعد حد ورا. ها محملينهم محملينهم. اي والله سايرين الروضة. يلا يلا في مال الله. ضروري تسوي للعرب اليم اللي جاي من البحرين هذه خلطة سحرية للصافي ابدا دوي بدوية. سم قادت لها. شوف ابو محمد شوف 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 شوف. ها ها شوف الله عليك. شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ها حلالي 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 تبارك. هذا يم ابوي هالبحرين، يم هل البحرين ما قراي عليه، يم هل البحرين تبارك الرحمن. ها شوف 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 ابدا. شوف الله عليكم الصافي. شوف شوف كم فرحه. شوف شوف الصافي تفضل هلال. ها شوف تطلع عليه عجبه عجبه تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. تعال محمد تعال فتش 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 اضربه لي بالكاميرا تحت خلي يشوفوني بهالبحرين ايش يسوي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك.